صفر حكم اللقاء امامنا، هل ينهي اللقاء؟ ادي كرة لمحمد صلاح، شفته بيصفر فين يا راجل يا ظالم، يا راجل يا ظالم بتصفر فين؟ ادي حكم اللقاء يعلن عن نواياه ويعلن عن نياته السيئة في ايقاف هجمة، يدي وقت بدل ضايع يصفر. صحيح الثلاث دقائق خلصت لكن 1-1، يتوبوا في الدقيقة 60، سجل المنتخب نيجيريا محمد صلاح.